طب انا هقول لك على حاجه يا باشا، وضيني وحلفت على مصحف ان انا ما مديت ايدي من كام شهر وعايز اتوب وتصلي على السكر، مش كده يا باشا؟ انا ناوي اشتغل بالحلال. طب انا هقول لك حاجه، افتحوا لي كشك سجاير، ولا اقول لك اعملوا لي فنايل كازوزه على مصنف اي حته نظيفه. بلاش، دخلوني الومان وعلموني سامح. هيحصل يا روح امي، هدخلك اللومان. ايدي على كتفك يا باشا. لا يا هيما، الاول تاخد لك 6 شهور كعب داير وبعدين هندخلك اللومان. كعب داير تاني. السلام عليكم يا شباب. السلام الله. بس يا بنت، يا عم الحاجة سويش، يلا خلصينا خلينا نخلص. ده انت شبكك طويلة، اهمد هنا على ضمن الجواد. خد يا اخويا جبت لك جنين من تحت الخدمة خليه ينفع. ادي وش اهو اتحرك. قولي مبروك. مبروك يا هيم. زهراتي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا اخي، عقبال اولادك جميعا. الحمد لله على سلامتك. عقبال اولادك كفارك. الله يبارك فيك يا اختي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يا
السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. 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 ده ايه؟ ده جاي منين ده؟ ده حرام. ده حرام. 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 تيجوا جيب لي حاجه اتغطى بيها. اياد بتبص على ايه؟ يا عفاف ما تقوم تستوري نفسك بأي حاجة، ها؟ الله ما أخزيك يا شيطان. لا خليك واحد استراحة. ما عندكوش حاجة تتاكل؟ ما عندناش حاجة تتاكل. اتصرفوا. ما عندناش فلوس. طب اعملوا لنا شاي. ها؟ جدع عفاف. جدع قوي. اسمع الكلام. طب لو سمحت بقى هات هدوم. الله، مش لما نشوف الاول مين اللي هيعمل لنا الشاي ومين اللي هيغسل الهدوم ومين اللي هينشرهم، ها؟ وشوفوا لي حاجه البسها، نخلع لكم البتاعه دي واعد لكم ملط. حطيت 6 معالق سكر؟ ايوه. جدع. الغسيل يا عفاف. غسلتهم؟ ما تغسلوهم انت. تقولي في حيل؟ الله يكون في عونك. ما انتوا بتتعبوا. تتعبوا صحيح. اياد اهو. بتبصوا له كده ليه؟ يلا خلاص ده شغل عشان تاخدوا الفستان بتاعها. لا لا ما نقدرش. احمد فين؟ ايه ده يا حسين؟ محدش فيك عايز يقول؟ لا مش قادر. ما تقولوا لها يا جدعان، قول ايه مش قادر؟ مش عايزين يقولوا. الله يخرب بيوتكم. يعني ناقص ميه. حلوة. ايه؟ مش بقول نكتة انا؟ ما بتضحكوش ليه؟ افرد ايد وشك انت، هو لاقي افردهولك. اسمع، انت مش من حقك تعتقلني. الله 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 الله، ده كلام كبير قوي بقى. ايوه مش من حقك. انت عارف انا من حقي ايه يا استاذ علي؟ من حقي ان انا ارمي لك الكتب دي كده. ولا كفايه عليك علام لغايه كده؟ ولازم تعلمني، وغصب عنك بقى هتعلمني. وهعتقلك هنا لغايه ما اخد الاعداديه. يا استاذ المهندس. انا مش استاذ. انتوا لا اساتذه عشان اهلكم علموكم وصرفوا عليكم. Thank you.
ايه ده؟ ايه ماله؟ ده جنيه باش يا عم، هات له وخلاص. هات رغيفين فينو وحته جبنه وشويه زيتون. ما ينفعش. طب بلاش فينو، هات بلدي. مفيش هنا عيش بلدي. طب بلاش الزيتون، ما انما المكتوب قدامك يا مش بتعرف تقرا. السلامة. تبقاش كده، أكل عيش حب الخفاية. هات وخد. اسمع، أخد ده وخد ده. هي تلقيحة يا جدع، روح لحالك تلقيحة. طب هات دي بوسة. ما ينفعش. طب اوعى بقى. اتفضل يا هيما. ايه؟ تعالى كل. العب. هات شاي عربي. ايه؟ ابيض. ابيض يا ورد يا ورد. ابيض يا ورد. شاهيمة عظيمة. ايده على الحيط. ابيض يا ورد يا ورد. ابيض يا ورد. بيعمل ايه هنا؟ وعهد الله ما خليته يلمسني، وحياتك عندي يا اخويا ما خليته يلمسني. ده انا قلت له اذا كنت عايزني اقولها بعلو حسك قدام الناس كلها. مصدقني يا هيمه؟ مصدقني يا اخويا؟ ده انا كنت فاكره ان غرضه شريف، ولما لقيته بيتكلم رحت ابدا اقول على دماغه. ها؟ اه. عشان انت راجل، ابوك راجل، واخت راجل يا بت. يعني مصدقني يا اخويا؟ عيب يا بت، انت اخت هيمه. يا حبيبي وحشتني. الحمد لله على سلامتك يا اخويا. الحمد لله على سلامتك. قول لي بقى عملت ايه؟ ولا حاجه، يعني اول مره. عمر الشاي باقي. ان شاء الله تعيش يا اخويا. محلى وعدي. محلى وعدي. خليك انت في التت تت دي، ولا حد عارف اخرتها ايه. محلى محلى. ماشي يابا، ماشي يا عم علي، قسم. اتعشيت يا اخويا؟ دلوقتي احنا هنفضل ملطشه كده للي عايز يتسلى. ملطشه ليه يا اخويا؟ اسم الله على مقامك. مقام؟ مقام يا بت. الواد اللي كان عايز يتسلى بيكي ده، لو كان لنا مقام صحيح كان زمان راح جاري على ابوكي يبوس رجليه عشان يتجوزك، بدل ما هو عمال يجري وراكي في الخرابات. مهم يعني فلوس، يعني خبطة واحدة ونستريح العمر كله. هيمة بلاش الحرام يا اخويا. ده مش حرام، هي هجمة واحدة، هجمة واحدة على ناس ما يعرفوش الحلال، ناس مش حاسين بأي حاجة. Thank you.
بتعمل ايه هنا؟ ده انا المسحراتي ده ياخد العيدية. يا سلام. كل سنة وانتم طيبين بقى. نور يا اسماعيل. هو انت جاتكوا 60 خيبه هيكون راح فين بس؟